أنا أقول يجب وجوبا، وجوبا أدبيا على طالب العلم بالخصوص أن يكون له حظ من الليل. قيل الإمام أحمد لما كان في سفر جاء صاحبه فرأى في سفره متعب، تعرف الواحد لما يأتي من سفر يتعب ويكون عند النوم لخبط، فقام فتوضأ من الليل وصلى. قال تصلي وأنت في سفر أو قادم من سفر؟ قال وإنه، يعني معنى كلمة كلام أحمد، إنه من العيب أن يكون الرجل من أهل الحديث ولا يكون له ورد من الليل. الشخص إذا كان من سبل العلم ولا يكون له حظ من الليل من أوله أو من آخره فهو محروم. لذا قال جمع من أهل العلم إن الشخص الذي لا يوتر وهو أقل قيام الليل لا يوتر رجل سوء، رجل سوء، رجل سوء. وقد جاء عن بعض أهل العلم قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي قيام الليل. وابن مسعود يقول يجب على صاحب القرآن أن يعرف بالليله إذ الناس نائمون. فأنا أقول يجب على طالب العلم ويتأكد خصوصا أن يجعل له وردا من الليل. وكانت عائشة رضي الله عنها تجعل لها وردا، فإن فاتها جعلته قبل نومها، والورد يحتمل أن يكون قراءة قرآن ويحتمل قراءة قرآن في الصلاة. لذلك الإنسان يجعل له هذا الورد ويرتب نفسه ويروضها. قد جاء عن ابن عبد الله بن مبارك رضي الله عنه أنه قال يعني روضت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاضت 20 سنة أخرى، ارتاحت بعد 20 سنة. فالإنسان مو من أول يوم يبدأ بأفضل القيام، يقرأ اليوم 11 ركعة فيبدأ ب 11 وما قد صلى، أو أفضله الثلث الأخير من الليل فيأتي الثلث الأخير. لا، ابدأ بالتدريج، درجة الأولى ثم الثانية ثم الثالث، ابدأ بالأقل ثم استمرت 4 أيام أسبوع استمر للدرجة الثانية بالعدد، وهكذا حتى ترتاض نفسك. وهذا القيام الليل سبحان الله يفتح الله عز وجل به على المرء فتحا عظيما. يقول أحد المشايخ يقول والله اليوم الذي لا أصلي فيه الليل وهو حي الآن، ولولا أن يكره ذكرت اسمه، يقول اليوم الذي لا أصلي فيه قيام الليل يرتفع ضغطي. يقول عندي شيئين عبد السلام، قيام الليل ودرس المغرب، إذا ما فعلت هذين الاثنين يرتفع ضغطي. شيخ معروف، فيقول راحتي وأنسي في هذا.